مرحبا بكم متابعين قناة المحترف للشروح. اليوم بحول الله سوف نتعلم طريقة تفعيل المصادقة الثنائية على الفيسبوك. ندخل إلى ثلاث نقاط موجودة أمامكم، ثم نذهب إلى الإعدادات والخصوصية وندخل إلى الإعدادات. يعني كل ما علينا فقط هو أن ندخل إلى كلمة السر والأمان بهذا الشكل، والآن نذهب إلى المصادقة الثنائية. كل ما علينا فقط هو أن نقوم باختيار الخيار الثاني لكي يعني عندما تسجل دخولك إلى حسابك على الفيسبوك سوف يرسل لك رسالة نصي كود مكون من أرقام وتدخل لكي تقوم بتسجيل الدخول. نضغط على الرقم الذي نريده ثم نضغط على المتابعة بهذا الشكل، وبهذه الطريقة يعني يمكنك فعل ذلك. ننتظر الكود كما تشاهد، ندخل الكود وهكذا نضغط على متابعة، وسيتم تأكيد وتفعيل المصادقة الثنائية حسابنا على الفيسبوك. ويعني يجب عليك تأكيدها في هذه يعني في هذا الوقت، لأن الفيسبوك إن لم سوف يغلق لك حسابك الفيسبوك إن لم تقم بذلك. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب به ومشاركة باقي أصدقائك ليتهم الفائدة. كان معكم أرض بن بدر الدين، سلام.